بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو سنعرض لكم النموذج الرسمي لإجابات امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الثانوية العامة. يريد بداية قبل ما نشاهد الفيديو، كل واحد بيشاهد الفيديو الآن يضغط لايك أو يدعم الفيديو بلايك، بحيث الفيديو ده يصل لكل طلبة الثانوية العامة عامة، وبحيث كل الطلبة يأكدوا على الإجابات الأصح اللي موجودة في الفيديو بعد اعتمادها من كل معلمي اللغة الإنجليزية بجمهورية مصر العربية. والآن أترككم مع مشاهدة الفيديو. Thank you.